17736 شخصاً بالجزائر أصيبوا بمرض السل خلال سنة 2020 من بين 10 ملايين شخص بالعالم، أشواط متقدمة قطعتها الجزائر من خلال تحكمها في مرض السل الرئوي وهو النوع المعدي، وهي تهدف اليوم إلى السيطرة على النوع الثاني الأكثر صعوبة وهو مرض السل غير الرئوي. Les tuberculoses pulmonaires, les plaies sous le poumon, في كل 100,000 نسمة كاين 12.3 حالة تاع سل رئوي. بالنسبة لحالات السل غير الرئوي، لكل 100,000 نسمة كاين 28.6 حالة لكل 100,000 نسمة. عندنا مشكل مع السل غير الرئوي اللي هو الأعداد تاعو من عام لعام ترتفع، حنا ولات هذه من أولويات البرنامج الوطني. تخفيض معدل الإصابة بهذا المرض بنسبة 25% بحلول 2024 من بين أهداف المخطط الاستراتيجي الوطني لمكافحة السل من خلال تحديث دليل التكفل بالمرض سيطلق قريباً. الهدف الأول هو تعزيز القدرات التقنية والإدارية للبرنامج الوطني لمكافحة السل، تعزيز نظام المراقبة le renforcement du système de surveillance. Thalithan, tahsis, tashkhis marad as-sul, améliorer le diagnostic. Rabi'an, tahsin at-takaful bi marad as-sul. Khamisan, khafd mu'addal al-isabat bi marad as-sul bi nisbat 25%. Wa sadisan, ta'ziz al-bahth al-'ilmi. المصاب بداء السل سريع التأثر بوباء كورونا، لكن مصلحة كوفيد 19 لم تسجل إصابات لمرضى السل. لم ألاحظ تزايد كبير في على الأقل في الحالات الاستشفائية لمرض السل مزامنة مع وباء كوفيد، ولكن الذي يمكن قوله أن الإنسان لما يكون عنده مرض السل ويزيد وباء كوفيد قد يكون هذا الحالات تاع كوفيد أصعب للعلاج من الإنسان اللي ما عندوش مرض السل. الحمد لله ما كاش حالات كثيرة مصابة بالمرضين في نفس الوقت. حان الوقت لإنهاء مرض السل، هو شعار السنة لمكافحة الداء في يومه العالمي، ورهان الجزائر تحسين التكفل بمرض السل والسير نحو القضاء عليه نهائياً.